بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم تلاميذ المستوى الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس التربية الإسلامية. الدرس اليوم يندرج ضمن مدخلي القسط ضمن الوحدة الخامسة الأسبوع 26، وعنوان الدرس وأصبر وأواظب قصة نوح عليه السلام. إذن في البداية نبدأ بتعرف الهدف الذي نتوخى تحقيقه من خلال هذا الدرس، والهدف هو أن نستخلص قيمة الصبر والمواظبة والإصرار انطلاقا من قصة سيدنا نوح عليه السلام. إذن نلج إلى تعرف قصة نوح عليه السلام التي سبق وأن تعرفناها من خلال مدخل القرآن الكريم مدخل التزكية، ونترككم لمشاهدة هذا الشريط القصير الذي يلخص قصة سيدنا نوح عليه السلام، ونعود بعدها لاستكمال فقرات الدرس. استطاع الشيطان أن يضل الناس ويجعلهم يعبدون الأصنام من دون الله، فأرسل الله إليهم نبيه نوح عليه السلام. أيها الناس، كيف تعبدون الأصنام وتتركون عبادة الله خالق هذا الكون؟ كيف تجرؤ على الإساءة لآلهتنا؟ يبدو أنك من أتباع نوح. نوح الذي يزعم أنه نبي من عند الله؟ نوع مجنون، ويصدقه الفقراء والأراذل من الناس. ماذا تفعل يا صديقي؟ أصنع إلها لأضعه في بيتي بدل أن آتي إلى هنا فأسمع ما يقوله نوح من سب آلهتنا. حقا إن نوحا يأتينا في كل مكان ويحدثنا عن إلهه ويصف آلهتنا بالعجز وبأنها أحجار لا تنفع ولا تضر. مكث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، لكنهم رفضوا. أيها الناس، إن الأصنام أحجار لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، فكيف تعبدونها من دون الله؟ أوحى الله تعالى إلى نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن، وأمره أن يصنع سفينة ضخمة كبيرة. انظروا إلى ما يفعله نوح، إنه يصنع سفينة في الصحراء. إنه يزعم أن إلهه هو الذي أمره بهذا. سفينة في الصحراء، ألم نخبركم أنه مجنون؟ أوحى الله تعالى إلى نوح عليه السلام أن يركب السفينة ومعه المؤمنون، وأن يجعل فيها زوجين من كل نوع من أنواع الحيوانات. وفجأة تفجرت الأرض بالماء وانهمر الماء من السماء. عجبا، ما كل هذا الماء؟ إنه يزداد ولا يتوقف. وهكذا أغرق الله من كفروا وعاندوا، ونجى نبيه نوحا والمؤمنين معه. إذن بعدما شاهدنا هذا الشريط الذي يلخص قصة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه ودعوته إياهم، ننتقل إلى بناء معارف هذا الدرس من خلال النص الآتي. يقول الله عز وجل في سورة نوح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. صدق الله العظيم. إذن هذه الآيات مأخوذة من سورة
من سورة نوح التي سبق أن تعرفنا عليها في مدخل التزكية في درس القرآن الكريم. إذن نعود إلى قراءة هذه الآيات لنستخلص منها صبر سيدنا نوح عليه السلام ومواظبته في دعوته قومه. فسيدنا نوح يدعو الله ويقول لله سبحانه وتعالى: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. يعني أن نوح عليه السلام واظب على دعوة قومه بالليل والنهار. كيف كان رد قومه عليه؟ هل استجابوا لدعوته؟ لم يستجيبوا لدعوته، بل قال: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يعني أنهم لم يستجيبوا له رغم أنه دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. هل تراجع نوح عليه السلام عن دعوته عندما رفضها قومه؟ إذا لنجيب على هذا السؤال نكمل قراءة الآيات. يقول نوح عليه السلام في هذه الآيات، أو يقول الله سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يعني أن نوح عليه السلام كان كلما دعا قومه ماذا كانوا يفعلون؟ هل كانوا يستجيبون له؟ لا، إذن كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم. ما معنى هذا؟ معناه أنهم يرفضون أن يستمعوا إلى نوح عليه السلام وإلى كلامه، وهذا سلوك قبيح جدا من هؤلاء القوم. إذن نحاول أن نتصور الموقف، إذا ذهبنا إلى قوم نحدثهم ونتكلم إليهم ثم يضعون أصابعهم في آذانهم ليرفضوا الاستماع، بماذا سنشعر؟ سنشعر بالإهانة وربما نتركهم ولا نكلمهم. هل سيفعل سيدنا نوح عليه السلام مثل هذا الذي يمكن أن نفعله نحن؟ إذن الآية تقول: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. إذن نوح عليه السلام بقي مصرا على دعوته بشتى الطرق، عن طريق العلن وعن طريق الإسرار، بطريقة علنية أمام الناس وبطريقة سرية أن يدعو كل شخص لوحده، واستمر بدعوتهم. فيقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذن كان يدعوهم دائما إلى الاستغفار لكي يغفر لهم الله سبحانه وتعالى. إذن ما هي الخلاصات التي يمكن أن نستفيدها من خلال هذا الدرس؟ إذن نستفيد من قصة نوح عليه السلام ما يلي: أولا، مثابرة نبي الله نوح ومواظبته على دعوته قومه إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده مدة 950 عاما. نوح عليه السلام استمر في دعوة قومه كم؟ استمر في دعوتهم مدة 950 عاما، وهذه مدة طويلة جدا. هل عجز سيدنا نوح عليه السلام أو استسلم أو تراجع؟ لا، لم يستسلم ولم يتراجع طوال هذه المدة. والذي يجب أن نعرفه هنا أن عدد الذين آمنوا بنوح كم تتوقعون أن يكون؟ خلال هذه المدة الطويلة من دعوة سيدنا نوح عليه السلام آمن به 80 شخصا. إذن خلال 950 سنة من الدعوة كم آمن مع سيدنا نوح؟ آمن معه 80 شخصا. هنا إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة، إذا قمنا بقسمة العدد 950 على العدد 80 سنحصل على حوالي 12 سنة. معنى هذا 12 سنة معناها أنه مدة 12 سنة من الدعوة يؤمن به شخص واحد. إذن هذا الذي المدة طويلة جدا، ومع ذلك سيدنا نوح عليه السلام صبر واستمر في دعوته. نحن الآن إذا أردنا أن نقدم نصيحة لشخص معين ربما ننصحه مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، فإذا لم يستجب لنا ماذا نفعل؟ نتعب ونيأس منه ونتركه. لكن سيدنا نوح عليه السلام لم يفعل هذا، وإنما استمر في دعوة قومه 950 سنة. ثم نستفيد كذلك أن نوح عليه السلام صبر على استهزاء قومه وإساءتهم. فكما شاهدنا في الشريط فإن قوم نوح عليه السلام استهزأوا به وكانوا يغطون رؤوسهم ويضعون أصابعهم في آذانهم ولا يستمعون إليه. ثم لما أمره الله سبحانه وتعالى ببناء السفينة كيف كان رد قومه؟ كانوا كلما مروا به يستهزئون به ويسخرون منه لأنه يبني سفينة في الصحراء. هل توقف عن عمله الذي أمره الله به عندما استهزأ منه قومه؟
طبعا لم يتوقف نوح عليه السلام، وإنما استمر في دعوته قومه، واستمر في بناء السفينة كما أمره الله سبحانه وتعالى، حتى جاء الطوفان الذي أغرق المشركين والمستهزئين المسيئين إلى نبي الله نوح. إذن كانت هذه خلاصة الدرس. الآن نمر إلى توظيف هذه التعلمات، كيف نوظف تعلماتنا التي استفدناها من قصة نبي الله نوح عليه السلام. أول ما يجب أن نستفيده من هذه القصة هو الثبات على الحق. إذا كنت مصرا على موقف وأرى أن هذا الموقف هو الحق وهو الصواب، فيجب أن أثبت عليه، لا أستمع إلى المستهزئين ولا إلى المسيئين الذين يريدون إيقافي عن تحقيق هدفي وتحقيق غايتي. مثلا في حياتنا العامة، في دراستنا، قد نجد بعض الأشخاص الذين يستهزئون منك عندما تجتهد في دراستك، ويقول لك بعض العبارات التي قد تجعلك تتراجع لكي لا تسمع إهانتهم. لا ينبغي أن نفعل هذا، ينبغي أن نثبت على الحق. إذا كنت في موقف أراه صحيحا وسليما فيجب أن أثبت عليه ولا أتراجع، كما فعل سيدنا نوح عليه السلام. النقطة الثانية المهمة هي قوة الإيمان. دائما نوح عليه السلام استمر مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، ومتيقنا أن الله سبحانه وتعالى سيؤيده وسينصره، وكانت قوة إيمانه دافعا له لكي يستمر في دعوته من أجل أن يهتدي قومه إلى طريق الحق. ثم نستفيد كذلك أن نصبر على الأذى. فكما رأينا نوح عليه السلام أودي مدة 950 عاما بالاستهانة وبالسب وحتى اتهم بأنه مجنون وأنه أحمق، ومع ذلك صبر على أذى قومه ولم يتراجع. ثم نتعلم كذلك من هذه القصة في حياتنا أن نكون مجتهدين مثابرين، لا نيأس ولا نستسلم أبدا. إذن الآن المطلوب هو أن نبحث عن أمثلة لبعض الأشخاص الذين تقلدوا مناصب عالية وقدموا خدمات كبيرة لمجتمعهم بفضل صبرهم ومثابرتهم. إذن هذا العمل نكلفكم بأن تبحثوا عنه في منازلكم، وأن تسألوا آباءكم وأمهاتكم أو إخوانكم، أو أن تبحثوا في مواقع الإنترنت على أمثلة لمجموعة من الأشخاص الذين تقلدوا مناصب عالية وقدموا خدمات جليلة لمجتمعهم وللإنسانية بفضل ماذا؟ بفضل صبرهم وبفضل مثابرتهم رغم ما اعترضهم من العراقيل وما اعترضهم من المشاكل والصعوبات، فاستطاعوا أن يتجاوزوها بالصبر والعزيمة والإصرار. إذن هذا أهم ما جاء في هذا الدرس، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله، وإلى درس آخر من دروس التربية الإسلامية للمستوى الخامس الابتدائي.